قداستكم ذكرتم قبل كده ان الكنيسة حد نام ولا ايه؟ في خسائر بشرية؟ اتفضل يا بنتي. قداستكم ذكرتم قبل كده ان الكنيسة الروسية تعتبر كنيسة خلقيدونية. كنيسة ايه؟ خلقيدونية. احنا بنقول كنيسة خلقيدونية واحنا حرمنا خلقيدونية. لا هو انا كنت عايزة استفسر عن شيء. احنا بنعتبرها كنيسة شرقية. انا عايز اعرف اللي يعني مثلا نذكر ان مثلا اليونان روسيا لا يوليانوس ده جاحد ده خرج عن الايمان خالص. يعني عايزة اعرف افصل ازاي بين الكنيسة الشرقية اللي اقولها يعني المدن دي كنيسة شرقية المدن دي كنيسة غربية عايزة اعملها. حاضر اقول لك عليها. الكنائس الارثوذكسية الشرقية اللي يسموها اورينتال ارثوذكس تشيرشز تشمل الكنيسة القبطية والكنيسة السوريانية والكنيسة الأرمنية والكنيسة الهندية التابعة للسريان والكنيسة الأثيوبية والكنيسة الإريترية. دي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية. الكنائس الخلقدونية أو الأرثوذكسية الغربية تشمل كرسي القسطنطينية اللي فيها البطريرك المسكوني وتشمل روسيا ورومانيا وصربيا وبلغاريا وتشمل أيضا أنطاكيا. أنطاكيا تلاقي فيها كل حاجة، تلاقي فيها السريان وفيها الأرثوذكس وفيها الكاثوليك وفيها الروم الخلقدونيين إلى آخره، وتشمل بلاد اليونان أيضا وقبرص، يعني البلاد الغربية.